لماذا يجب على إسبانيا محاربة التطرف الإسلامي الآن أكثر من أي وقت مضى؟ يشكل الإخوان المسلمون في إسبانيا معضلة أمنية خطيرة، حيث قاد وجودهم إلى تطرف عشرات الشباب. وينشط الإخوان في إسبانيا منذ ستينيات القرن الماضي، ويعد المركز الإسلامي في غرناطة الذي أنشأه طلاب سوريون وأردنيون وفلسطينيون عام 1966 أحد مراكز الإخوان في أوروبا. وهناك العديد من المساجد التي ترتبط بمنظمات مثل العدل والإحسان والإخوان المسلمين والتبليغ والدعوة، والتي تتعارض مثلها غالبا مع القيم الديمقراطية وقواعد النظام الإسباني والغربي. وفي إقليم كاتالونيا، حيث يقارب عدد الجالية المسلمة هناك 500,000 شخص، لم تتوقف المساجد السلفية عن النمو، ووصل عددها إلى 256 مسجدا تمول من بعض الدول مثل تركيا عبر رجال الأعمال الأثرياء. ومن النماذج الإخوانية التي استقرت في إسبانيا أبو دحداح، وهو الإخواني الذي فر من سوريا، حيث أسس أولى الشبكات الجهادية هناك، وقد خرج منها بعض المشاركين في هجمات الدار البيضاء عام 2003 ومدريد عام 2004. وتسعى الجماعة لغرس قيمها الخاصة المستمدة من أفكار مؤسسها حسن البنا، حيث تتظاهر بقبول آليات المشاركة السياسية، ولكنها تلجأ إلى العنف والإرهاب في مناسبات عدة. اليوم، ومع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بجائحة كورونا، وجدت جماعة الإخوان المسلمين أرضاً خصبة جديدة لتسهيل التطرف وتجنيد الشباب.